السلام عليكم، انا جيت نديكم واحد الباكيت ان شاء الله، باكيت صيفيين غيكونوا معمرين. كي دايرين بعدا شخباركم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ يا كلشي بخير هانيين؟ وصمتوا 6 ايام ولا مازال؟ انا راه مازال ما صمتهاش، راجلي اليوم صايم، انا ما قدرتش اليوم نصوم، نقدر نبدا بالصيام ان شاء الله غدا. يا كلشي بخير عليكم، انا غادي نبدا نقول بسم الله. واحد الكاس ديال الحليب، معلقة الخميرة، نضرب بجوج معالق هكا، ثم غادي نتسنى غير واحد شوية، هادي مقطعتهاش موجتهاش في الأول، هاي واحد شوية هكا صافي. واحد شويه ديال الملحه، معلقه جوج ثلاثه، ولا بغيتو تعبروا بمعلقه كبيره ديروا معلقه كبيره غير على حساب الخبز باش يجي محمر. شويه ديال الزبده، نص كاس ديال الزبده، ما ماشي واصلش كاع نص كاس هكا، واحد طاسه هكا ديال الطحين، غادي نزيد طاسة أخرى، هاد الحليب درت جوج طاسات ديال 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 الفارين، انا غادي نغطيهم نخلي واحد شويه، على ما غطلع لي هاد العجينه واحد شويه انا غندير قدامكم هانتوما شوفوا. هانت هنا كاينين عندي انا ثلاثة ديال البصلات، غادي نديرهم هنا، غندير معاهم غير شوية ديال الزيت وغنخليها في البصلة كتهبط على خاطرها عاد، باش غادي نوريكم شنو غادي نزيد عليها، غادي نخليها فوق البوطة كتهبط. انا غادي نرجع دابا غادي نسمي العجينه ديالي ان شاء الله، غادي نزيد هاد الفارين هادي اللي بقات على حسب، حتى باش داك الخليط اللي كاين على حساب، انا غنعين الميزانيه غادي
الحلير دير تيجي لينا في الخليط. هانتوما شفتوا دابا غادي نخلط هاد العجينة، نخلطها نخلطها حتى تجمع ان شاء الله ونرجع معاكم. سمحوا لي انا رجعت لكم التيسان ما خلاتنيش نصور، ديتها سكتيت عليها ما كبغيهاش تصور انا التيسان. هاديك العجينة ملي تجمعات لنا مقاسحة وما جارية، وهي باش نديكوها بالمدلك نقدو نحكمو فيها. واحد شوية ديال الزيت من الفوق وغادي نغطي عليها مزيان باش هاد الميكا هادي تتعاود، وخا مدكتهاش انا مزيان هاد الميكا غتزيد هاد الميكا. نغطي عليها مزيان هكا غادي نديرو فواحد الشيها هاد البصلة هادي غير بصلة بوحدها يعني مفيها حتى شي حاجة. هاد البصلة ملي شعلت عليها البوطة ذهبت ثلاثة د البصلات لي درت وشعلت عليهم وخليت البصلة حتى دارت واحد شوية دارت واحد شوية هاد الصدر هذا ديال الدجاج واحد كيلو الواحد يدير على قياس اللي شحال ديال الناس عندكم في الدار. قطعته بحال هكا هكا شنو غندير عليه دابا؟ هذا شويه ديال السكينجبير شويه ديال البحر وشويه ديال القزبور مطحون يابس مطحون والملح خلاص على حسب الذوق واحد راس ديال الثومه. وهنا درت واحد شويه ديال الكمون، الكمون ما تكثروش في هذه الوصفه هذه، ديروا غير واحد راس معلقه صغيره. وهاد الثومه هذه ديروا واحد جوج عيارات واحد جوج فريعات ديال الثومه. غندير له هكا نخلطو مزيان في هاد الا كانت عندكم السوجه ديروا واحد شويه الا ما كاينش عندي كما فات نديرها بهاد الوسيط ما كاينش عندي في عيال واحد الله يستر ما يتقدوا وكان ضروري ما تنسي شي حاجه ولا تخصك شي حاجه ولا ضروري ملي درتو غادي نديرو فهاد المقله هادي ها هي غادي نحركو فهاد البصله هكا عندي هنايا فلفله فلفله خضراء وفلفله حمراء غادي نخلطهم معاهم. هاد الفلفله هادي غادي ديك البصله غادي تطلق الماء وداك الصبر ديال الدجاج غادي يطلق الماء وغادي طيب ليا في داكشي. انا غادي نغطي عليها ونقص عليها البوطه ونخليها طيب. شتي هاد الساندويتش ان شاء الله هو هذاك الخبز ديال الجيت غنديرو ديتي باكيت وغادي نعمر بهم هاد الشيء. هاد الوكله هادي راه صحيحه زعما كاينه راه مزيانه للصحه، لاقاش فيها الخضره فيها البصله فيها فلفله فيها. وانا اللي درت فلفله ودرت البصله هكا عاديه ما تا درتو في الطاجين ولا كلشي حاجه ولادي راه ما ياكلوهمش هكا في ساندويتش راه يتكالوا مع الفرماج. وانا رجعت معاكم ملي قطعت هاد ملي خليتو حتى خمر خليو حتى يخمر مزيان وقطعتهم انا دابا غادي نعرفهم. هانتوما لا قد هاكا هاكا غنديرو شويه ديال شويه ديال لافارين. انا كنطلق على الطبله على حاش بديت كنفيكسي التليفون على على البلان طرافاي وانا كيعجبني نخدم على البلان طرافاي. هاد 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 الكويرات هادو اللي درنا هاكا غادي نطلقوهم بالطول، ما غاديش نطلقوهم بالعرض نطلقوهم بالطول.
انا غادي ندير هاد الحلوفه هذا ديال المدلك، على حقاش المدلك ديالي خليته عند ام عمر ومازال ما جبتوش من عندها، نقدر غير هذا. تقوم هكا بالطول هكا هكا بالطول، وضروري خاصنا نديرو هاد الباكي كويسون، الا مكانش باكي كويسون خاصنا ندهنو لا طاوة مزيان باش ما يلصقش لينا. وانا غنمشي ونزيد معاكم واحد الشروج اخرين ونتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجو من برا نوريهم. هاد لي بتي باكيت ما كندهنوهمش بالبيض، ما كنديرو حتى شي حاجه، كنخليهم هكا. ما العجينة كتجي تبارك الله غزالة، ما كت دغيا دغيا كتذوب، باش تدوزي فيها المدلك و تتاكل. فوالا هانيا دغيا تنوجدو حتى الإنسان دابا مع الصيف هذا، إلا كان واحد خارج ولا شي حاجة يخرجهم يديهم يدير غير هاد لي بتي باكيت و صافي. إلا بغا يزيد معاهم السلاد يزيدها، ما بغاش يزيد غير هادو تبارك الله. راه انا غادي نعمر بهذاك الخليط اللي عمرت، وانتم راه تقدوا مثلا تقطعوا الخيار وشلاضه، تقطعوا شلاضه خضراء وديروا معاهم الطون وداك الشيء. انا غنديرهم بهذاك الخليط اللي عمرت، غير كاش هذاك اللي تيبغيو ليا ولادي. فعود فاش ديروا الصدر ديال الدجاج تقدروا تشدوا الدجاجه كامله وتنقيوها من ديك الجلوده ديالها، وديروها في الكوكوط وديروا معاها الملح والزعتر، ما ديروش معها حتى شي حاجه اخرى، هي الملح والزعتر، وتخليوها حتى طيب. ومنين طيب وتبرد وفركتوها، فعود فاش ديروا الصدر ديال الدجاج ديروا الدجاجه كامله. فهو ما تبقاوش تخلوها هكاك العارية دايما غنقيوها فيها. دابا غادي نديرها في واحد الشنك ونخليها تخمر حتى تخمر مزيان، وعندي في الفران نخرجها من الفران ان شاء الله نتلاقى معاكم. انا كنعمر هاد لي ساندويتش قدامكم، ها هما ملي نخرجو من شو انتصار وما دايره كيما شوف انتصار ما دايره، ها هما لي ساندويتش من خرجتهم من الفران، شفتوهم شفتوكم من الفوقين هاتيا شتي، غادي بلاتي نحلهم قدامهم شتي مزيان باش نقطع. ما تضحكوش عليا غتقول هادي هزه موس قطو قداش هو اللي كيقطع لي لي ساندويتش. ها نتوما ملي غادي نحلهم شتو غادي نشدو من هنا هاكا 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 هانتوما راه مفيش البابا. غادي شويه ديال لاصوص انشيغيان، ولا نتوما خلطوا المايونيز مع الهريسه وديروه. غندير واحد شويه ديال الفرماج، تقدو ديرو في هاد البلاصه ديال هاد الفرماج ديرو فرماج ديال ساندويتش، الولاد عندي ما كيبغوش هذاك الفرماج ديال ساندويتش. غادي ناخذ هذا، ها هو داك الدجاج وداك الشيء اللي طيبت قدامكم، ها هو ها هو كيفاش غادي نهز نعمر هانتوما، وعمروهم مزيان ما تخليهمش. نعمروا القناط، عمروا كل شيء. ها
شويه فرماج غنديرو من الفوق هكا هذا غادي نعمر واحد قدامكم ونرجع لكم من بعد. هذا اللي درت فيه الخيار والبصله مقطعه طريفات وشلاضه لا سلاد فيرت كيتخلطوا لينا وغادي ندير مايونيز ها هو عندك شي كنتي غادي نرجع ها هو اللي هادشي اللي درت غادي نرجع لكم ملي نكمل لي ساندويتش ها هو صافي غادي نرجع لكم ملي نكمل البلاطو ملي نعمرو ونرجع لكم. انا رجعت لكم ملي قديتو صافي عمرت هاد لي ساندويتش هادو اللي عامرين بالبيض والشلاضه والخيار والبصله مقطعه طريفات مع المايونيز وهاد الجهه هادي ها هي اللي معمره بداك لافارس اللي طيبت قدامكم دجاج مع الفلفله ومع البصله فوالا وجربوا هاد لي ساندويتش راه يعجبوكم على فكاش كتكون فيهم ديك لاباط ديالهم كتجي زوينه بزاف وما كدهنوهم لا بيض لا حتى شي حاجه. ها نتوما هو ساندويتش كي داير كنقول لكم بالصحه والراحه وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله.